دراهم ولدي وهادشي راه بني ماشي خالص شي غي خالص بخمسة دراهم خازو هو تسا وما شري أنا غادي خليتولك غاكولو سألي عنك حنا دايرين إضراب ما غاديش ندخلو الدعم من معانا وعلاش هاد الإضراب بالسلامة حيت ملي كندخلو حنا كنكتبو وما كنفهمو والو أه ما ندخلوش دراري يلا ندخلو راه صونات

أدي وتوبة الوالد عمرني نعاود وفين غادي نمسخط الواليدي وصافا الصحبة نضربوا هاد ورا ونرجعوا شوف البرهوش تقدوا كتفا ولد لاب صافا الواليد هاني تفين سفينه الدراري تما لا ما كيسمعوش وثرمول والتاذي عوني شتي يا شيري انت يا وما دابا غادي يقتلوك والتاذي برا من بلا بلا تعاين عشيري ندبر على شي تريبورتور ونجي لعندك وقتني ود الحرام شنو هو قتلك تا فينك خرج وجه شكلاطة هو صولو لفردي لكلاطة امل اسئلة تاع الزلا ارض وسبعي دابز اسمع سكلتي قتلك وانا انا زلاكار واحد هو اللي قف على راسه الله عسيل هادي واحد لعبة ديال الحرب وأنا بحال زنيد ايه، وطلق لي الويفين تلي شريه. اللي شارجيه الا صاحبي رانا دير غير خمسة دراهم غتساليها ايوا شنو المعمول سير الاواد بوسطيطة تب في الاود من واحد لتسعود واخا تسناوني هنايا انت اللي شارجيهم نجيو نلعبو احنا هنا غير سير يلا الدراري قدوا لينا شي تريح ويلا تلقونا الفراج دراري نزلوا راني نزل بالغلط نزل نزل <applause> شو البعلوكه كتيري فيا تسير انا ما كنضربش بنيه ما مازال كتيري تعاوننا وفينكو وفينكم وثف الخريطه ما واحد هاي نشوف هو مسيكه سود لعبت العب باب واحنا حسبنا يلعب فري فاير شوف راس العام قرب خصني نجيب الكادو لصاحبتي شنو نجيب لها في الكادو اجي بعدا وشحال عندك وما عندي والو عاد نضبطو هاها <applause> وباينة غادي تفرح بالكادو شنو هو اصلا الحب هو كلشي وهي كتبغيني سمعوا وليداتي الفرض الحصه الجايه اجيو محرزين ابغيت نقول اجيو حافظين أستاذ أستاذ الفرد العام الجاي <applause> <applause> <تصفيق> <تصفيق> <تسجد> <سهد> اه وليدي الفرد العام الجاي ما كيجيكش هاد حامض اه فري هو حامض وانت عنيب السلام عليكم وعليكم السلام شحال هادي هاديك ب 60 درهم اولدي وهادي هاديك ب 80 درهم اولدي هادشي غالي عندكم راه شي ملفايه هاك اولدي الله يعاون اجي درهم شد 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 عرفتي شحال كنبغيك احبك عارفة هذاك الشاشه تكون جبتي شي كادو زوين اه ضروري راه ما نسيتكش يلا انا نشوف شنو جبتي لي يلا غمض عيني واخا انا نغمض عيني يلا فتحي عينيك <applause> شنو هو ما ديال الدرهم هذا ما كان عندك كحلوش بالحق انا اللي نستاهل اللي قبل عليك تفو عليك انت سيري انت شو هذا الفين وعشرين بدات غاب الكوارث هيا فرقتني مع صاحب سيدة أفين الوالد؟ جيت المسخوط المسخور غير السلام بعد راه جايب لكم البوناني زعما وحتى في الغان وليدي راس العام ماشي ديالنا شتي هاد الهضرة تيقولها غير اللي ما عندوش باش يحتفل وانت عندك باش تحتفل ها انت ديالي دي غاب الفايه وخلق السعادة بنتي الصحة بنتي ديالي بنتي بنتي مني باش بنتي, بنتي لا سحرتي راكي بنتي انا نتوما كاع ما انا دابا ما كنعرفكم حتى فيكم ما كيجيني شي حاجه سحر <تصفيق> <تصفيق> الوليده مازال كتفرجي فهاد الحموضه اسكت اوليدي انت راك ما فاهم والو كشتي دابا سيرين كيسحب ليها باللي سحر بنتها وهي ماشي بنتها الوليده معاش غادي تبدا السره ديال الرأس العام مع 12 لا تاس بقى قصار لي يا ولدي حتى 12 شو, شو عينك يخرجوا ايه غنبقى قصار غنتسناه سنه سعيده تدخل عليكم بالنجاح ان شاء الله الا عجبكم الفيديو ما تنسوش ديروا جيم ولا ما عجبكمش الفيديو ما تنسوش ديروا ابوني خاصك تديني الطبيب علاش ياك لاباس راه واقيلا فيا فيروس كورونا انا تشرب الزيت ونوت نعس وهو يمشي منك والوالي واش كتضحك عليا راه الفيروس قتل اكثر من 80 في الصين وانت كتقول لي شرب الزيت وحيت هما ما عندهمش الزيت واقيلا داكشي علاش ايوا المواطنين ايوا المواطنين لا للتنقل في الشوارع والازقه زاد التحرك في الاحياء باش ما نأذيوش شبابنا وما نأذيوش وطننا اليوم احنا محتاجين بعضنا اكثر من اي وقت محتاجين تضامن سلام شوفلو اي فلوس راهم في البلاكار ديالك خد ليك شي حاجه فطر بها عاد سير المدرسه اوكي السلام عليكم عليكم السلام ما كتعرفش تستنى شويه على ما نسالي بالهضره في التليفون عندكم الهضره في التليفون اهم الصحه ديال الناس انا خدمتي كنديرها المهم شنو بغيتي دابا الولد عندي فيه السخانه وكيكح بزاف قالوا لي فيه شي فيروس الله يحفظ سير خلص ليها وعاد اجي انا خلص فين نمشي دابا تسنى واحد شويه لهيه انا راه لفراجه الطبيب <Universe> ايوا <سؤال> شنو قالوا لك قال لي بلي غضربوا البرد شويه انتبهوا مزيان الدرس راه مهم جدا استاذ استاذ شكليتا في كورونا للاسف انتم عندكم هادشي الشيء غير ولكن نهار تقاسو بالصح ولا يتحشي شي حد كتعرفوه عاد غتاخذوا الامر بجديه واقول لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا اسمح لي ولدي نقول لك بالله راك الله ما قالناش الناس وما الاحتياطات ونستهزؤوا بهذا الشيء الله قالنا قل اعملوا في سيارة الله وعملكم ورسوله هو المؤمنون وسعد هاد النصارى هما اللي جابوا هاد المرض هذا هما براسهم راهم تعادوا وكل اللي كان بحالكم مستهتر بهذا الشيء حتى تقاس به عاد تصدم وشي فاش ما كتكونش واخد الاحتياطات ديالك كتجيك صدمه وغير باش تكون عارف راه الحالات والمواطنين مستهترين غادي يوقع الاهمال في الطبيب وغتبقى حياتك كامله كتسنى الموت اللهم تاخذوا الوقايه من دابا وساد الدوله خاصة دير خدمتها وتسد الحدود باش ما يجيوش لعندنا هذوك اللي مقيوصين شوف اولدي دابا الدوله دايره خدمتها فاش كدير شي حاجه مزيانه كنقولوه فاش كدير شي حاجه خايبه كنقولوه الدراسه غادي توقف السفر غادي يتمنع وغير نتوما المواطنين خاصكم ديروا اللي عليكم واشنو خاصنا نديرو حنا اول حاجه هي تقراو في ديوركم في قناة الربيع او في احد المواقع باش غير يفتحوا القرايه بشر الفورد راه هذه ماشي عطله وقولوها اصحاب كل ما حضروش متفقين نعم بارطاجيو الفيديو لتعم الفائده ولا تنسوا الاشتراك لدعم القناه وشكرا ولا مازال لا مازال ما, ما جا قصه وعلاش انايا كنشوف التوستايز محدايا تسكت واش انت قد هادشي الدراري ماشي وقت هادشي خاصني ندبر منين نغدي نجيب هاد الحولي انا بعدا بابا سالنا الحولي هادي سيمانه وانت الساليطه سدت الحولي ولا مازال راه غدا العيد الصراحه مازال وفين ما كنسول الوالد فوقاش غادي نشريوا الحولي كيبقى يعاود لي على قصه سيدنا ابراهيم شنو كيبغي يقول لي مسالة اشوف نتا عشيري يعني انا دابا راني كنفكر منين غادي نجبد ولد عندي لك واحد الفكره يلا قول انا يعني كنسمع غادي توصل الحواله وتشوط الريوس وتجمع البطاين باش تجمع المصاريفه باش تشري العيد دابا الناس يكونوا شراو والعيد ودبحوا وانا عاد نشوط ليهم الريوس ونجمع ليهم البطاين باش نشري العيد فوقاش غادي نذبحو تدوي دراري خاصنا ندبروا على شي خدمه تاخدو هذا يزام حداك يلا عجبني عمي شبال لي تدبر علينا ونشدو لي قد الحاولي اها ها وليدي الله يرضي عليك ارتاح عمي لما نجيبو لك الحاولي ديالك واش شد شد شنو انا يضربني حاولي ربي ذرونا والليل انت بحمو اجي شدك شي فيدي ودي الشاف جنوية عرفناها جنوية اش كدر بيها ياك ما قل الشاف غا سخرني الوالد عند عمي القزار باش نجيبها عليه بنجي دبع الحاولي دلعين اجي وش متأكد اه الشاف الا ما تيقسيهش سول عمي القزار الحاج مبارك رجل خالتي كلتو اللي ساكن في الدورة اللي ولد سميتو قايم وراه طلعو السانك يا ما ما علينا ياك القضية هانية يا الشاف ايوا تهلا في راسك بالشامبو تسير معاكم باحترام حسابكم خفنا منكم شديت النعشير الحولي عز الرجل الراجل هاد الحولي راه ديالي انا اللي شديتو ولا حولي راه بغيت واش باغي عليا ها هو صافي خدو دابا الحولي ديتي خاصك تعاوني انا ندبر على حولي بالرجوله سير الله عشيري فين الوالد شريت الحولي ولا مازال اه ولدي قالك لك في قصه سيدنا ابراهيم اعرف القصه الوالد دابا وش ما غاديش لنا الحولي باش نعيده واش هو اللي حساس في البارك ونتابع المصاريف ديال الدار والدخول المدرسي منين بغيتي يجيب هاد الحولي وطلع طلع عشيري فكرة زوينة هذي نوصلو الحوالة على الأقل ندبرو على حولي حلال واجي بعدا وجبتي معاك الكمامة الله راه خليتها كتصبن وطلع طلع انت باينة غدبر غد علينا هاد النهار الو رشيد هاني شايت ليك الحولي اشنو خاصني ندير له الكمامه الا ما تخافيش انا نشيل له الكمامه واخا يا لاب الو ولد ابراهيم جيب لي الطوموبيل ديال عمر يوصل فيها الحولي اشنو خاص عليه الطوموبيل ما لقاش فوقاش تخسع تحت جيتو يلا بسلامه انا نشوفها مول الطريق أولدي طلع لي هاد الحوالي في الموتى وصلوا ليا أعمي آه نزلون أهلا عني غايش الكمامة ما بس خافيش ولا مصعوتي هتسنوني أولاد الحرام جيب لك ماما تسنوني أحشو مالك تسيلو الحول شنو؟ هو هاد اللي حلال علينا أصلا مدق الكرش اللي عنده بينا فيه كرش الحرام هاد الحرام شحال بنين اش قلتي أولدي؟ ولدي اولا الوالد غير قلت لك هاد اللحم شحال بنين بصح يا لا عمك اللي جاب لنا العيد اه الوالد راه جا وما لقاكش وسلم عليك الله يسلم عليه الخير وتابونا و الدراري باش يوصلكم الجديد وما تنساوش جيم اش قلتي اولا الوالد غير كنهضر مع عشرين دار مع واحد الوحدة عندي في الواتساب والله حتى كتسطى اسكت زقني بيه علاش <applause> غادي تبغيك انت هو شاروخا راه بغاتني حتى لها واحد النهار راه شخص عشرين ديال من هنا في دقة واحدة وهذه راه ماشي سلوكية ديالي هاديك سوسن عاد سكنو جداد هنايا علاش ورا خونا تزعط اه تزعط وانت مالك لقيتيها وانا اصلا ديلكم هنديا المهم الدراري عاونوني راه عجباتني وتصير هضر معاها شنو نقول لها وقول لها راكي عجبتيني ولكن كان ممكن تعطيك الفيسبوك ديالها عندك تمشي راه غادي تقمعك ايوا شنو ندير ها غادي تدبر على شي سنتروا وغتبقى تدور حداها وتكابري هاد الدريات كيعجبهم هاد الشي ايوا منين غندبر على هاد السنتروا السنتروا عشيري ضربوا على حسابي ما تخممش العاز بكم هاد الدراري ويعجبني راه غدا غادي تخرج مع 12 صافي كون هاني رايي في الغدب واحدة يلا سري عندك هاد البلان ما منوش اخويا ما شافش حتى فيا وانت صاحبي معانيش براسك ضربت حسن وطلعت شاوك باش تبان بوغوس وصاف دراري انا ندوز عند الحلاق ابو فلجة مالك شكلها تدير هكا بحال اللي قاصك امك بالزعفران ونحلق قال لي دير هكا وعندي لك بلان حسان اغي اسكت انت بلاناتك خاوي وعندي لك واحد البلان مزيان شنو هو هاد البلان غادي ندبروا لك على الفيسبوك ديالها وتما هضر معاها هادي فكره مزيانه ما فيها لا صفر شي خلا والو تلقى الفيسبوك عندك صافي صافي

على القناه القصه ان هذه الممارسه تحولت الى قدم اوكي وحديثا <سيق> اي وشنو درتي معها صافي راني رصيت مع غدا غنتلاقى ايوا انتي قلتي الشغل ويلا عجبني في الهضره ما تخممش راني البارح تفرجت واحد الفيديوهات كيفاش دير تهضر مع الدريات صافي غتغد التط بالاقتاه زعما مزيانه

علاش ماما جو علاش حتى سيري وانت حساب عينك زورق والدة والوالدة ايش وما عندك ما تديري الخبز كرب لا ما عندي ما ندير به علاش وابغيته عطينا عمي شي حلوه في كادو هي إيه الاولى ولدي اجي واش انت اللي سرقتي لي ملفاي العملي العام اللي فات هادشي غالي عندكم راه ماشي من الفايه هاكول الله يعاون اجي دري مشى شد 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 لا ما مشي انا هاد شبت لي ها. بعد المهمه ها. ماشي ها. ها. هادو شكي يديروا هنايا اش كديروا نتوما هنايا وانت اللي اش كدير هنايا وشكون اللي زرق لك عينك حتى واحد اغا جيت نتلاقى سوسن وحنا هما سوسن <تصدمة> كبيرة> <applause> صدمة كبيرة <تصفيق> <تصفيق> اه الدراري ما تنساوش ديروا جيم لاباج فيسبوك ديالنا وديروا فولو الصفحه ديالنا في انستغرام وفرجه ممتعه باش نتصحى نعس نعس ا وليدي صب لي صوم غنتا الواليده خليني ناكل غدا غنصبح صايم يلا نوض نشوفو هاد الصيام ديالك يلا سميتي غدا ان شاء الله نعطي لولدي جوج كيسان ديال الحليب صافي ا الوالي غدا غنصبح صايم يا نوض نوض مسخوط مول 11 هادي الوليدة البارح ما خليتينيش نتسحر ودابا ما تخلينيش الناس يا نوض نوض دابا انت دايز لك شي صيام الصافي انا يعني نايض <applause> الواليده جاني الجوع وغاصب راه وليدي ما بقى لك والو لحظه شو هذه وانت كتقولي لي, لي ما بقى لك والو يا وليدي ما تفكرش في الماكله وما تشوفش في الساعه وما غيجيكش الجوع احنا غنشوفو الله الواليده جاني الجوع غاصب راه وليدي ما بقى لك والو نوض صلي نوض نوض وليدي الدور هذا نمشي نسلم عليك بالجوع الوالده <applause> يا جو واش قال لك باك قال لك صمتي غدا يعطيك جوج كيسان د الحليب زايدين غصبر وليدي غصبر ما قالك والو يا نوضة المسخوط هذا هو الصيام الوالده كنت كان كانشري واحد الزلافه د الحريره ونسيت فيه غني. سمتي على بكري <كشف> الوالدة انا صافي غادي نفطر ان الله غفور رحيم انا اصلا مازال صغير عرفتي اش غادير شنو دابا هادي الربعة نقولو صمتي نص نهار صوم حتى غدا نص نهار ونخيط لك نص نهار الاول مع نص نهار الثاني وها انت صمتي نهار الوالدة هاد البلان زوين ولكن ما غاديش نخرج جوج كيسان ديال الحليب في الفطور وما تقوليش الوالد راني فطرت صافي صافي ولكن غدا تصوم صافي نصوم يلا سير جلس لي هنا غنجنبش لك لا عز ما تعطلش فين الدرر فين اسئله تاو اسئله صايم هاد النهار وانتوما حنا قلنا صايمين حتى انا صايم انت فلسانه انا ود بركة من الكدوب قال لك صايم نري كي داروا عرفوني ما صايمش دراري تشوفوا سالي طو الرمضان سالي طو الرمضان سالي طو الرمضان Whoa. الوالده ولي الوالد عطيني داك جوج كيسان اللي قال لي البارح وصمتي بعدا وسول الوالده بالصحصه هي بالصحصه موليدي هاكا سيدي جوج كيسان ديال الحليب اللي قلت ليك باش تصوم حتى غدا صابوني باش نلوحو لكم الجديد انا راضيه على وليداتي كاملين